بسم الله الرحمن الرحيم. مركو غوريسا وحان لي هاي لبضة قولة حلبة النظر لبضة قولة وزير ذا وزير رهور شي عمر أوكالة سريق قود بشير محمد جامع دمان سراكيشة سراياشة سراكيشة يا دمان كسوقي بكلاياشة حفلة وحان لي هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرب عاوة حفلة دان وحيكل مسي سدح الرماد وكو وعيد الأضحى مركة أقوى الرئيسة ودل عادي درجة 14 أكتوبر وتنسدحات وأه وحوية تنسدحات وأهم باليدا إذا ماذا دل عي iyo shahaadadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka shahiiday oo iyagana loogu duceynay halkan marka waxaan leeyahay waa xaflada runtii kulmay guudna gudahaana ay muhiim u wada ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa dalcaadan ay dalacday guutada 14 Oktoobar waxa ka horreeya guutooyin kala ka horreeya حفلته هذه السدان عن لوجان قيب جلين وحكومة حسن مدعوينها جمهور رد فضل أرك الصومالية مدن الدكتور حسن شيخ محمود أرنت قرتي إن أيضا كو مور الكيسة كور لوقا هذا لدى العصيو إسقى كبر الله بيد الله عاد يقو الرئيسي مش اللي رادو حرادرة تاسو أنجوتك لي أنا هين سوجرت دمان أيضا كحوجة دك الصومالية ضرب أي كجرتو، غرغر أي كجرتو، إذا ماذا كلا أو دمانتو ذي كجران، مركا وحن لا يهاي ماذا هو إن هذا يا طماع سنتاي إن مورك إذا كسيدا سطول لستو، نسدو كلا قليا أولي دل عادو قارين يجنا وقص صعتا وحن لا يهاي جوش أفرتهم أكتوبر وكم هتسيهين لكن قولا إذا ماذا بذا وهو ذا قارين إذا ما تقول أو إذا قارن وحنو وهم بلينا مشى أي جوجان أو ملاذو أذاك أه أو أي كات كادن ويكون مذيعين إن لا يرادو وما تنتين سيدو كله وحاجرة قليا كله أما علل كله أو سيدا سو كله وقعد كادي دجان ذي أي جوجان إذا ما تقول بذيعين وعلى مركا دل عادي أيضا كحوجة ولي وحد من على الكلاء يا دمن يجونا الضلع دهنا وعلى يتأسنا إن شاء الله مدحوينه ونصين دهنا هدي أبيدمه وزير كي دين تي أوقافته لسي هابك قريدة يا مملكة إن قلت هذا أفرتهم أكتوبر مركا وعلى يا مدن وزير وما زنتاي دمان كسوقي بلياش حفلة دنا وعلى يا آد يا آد يا ثم سنتين كسوقي بالكين ورجيننا إن سيدا سوكالي قولي أبداً وكالو سيدا وكالا هذا كان سوقي بالدونتين. أبكى الدهب بلاس واللوغو سميه هبكي وقو عصر السنة وحد هاد دهال ميلكو ودي هيلي كرتا لما ندقي ده دهب شيل جروب هذا استعمال ايا أبليكيشن كالدهب بلاس وادقيا ديراد اللوغو سو كردي كوبيحي ku iibso ku kaydso dahabalas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.